إدارة صامتة لا تتحدث، صح ولا غلط؟ إدارة هادئة فعلا، وهذا الشيء يحسب لها بصراحة، احتوت أكثر من أزمة كانت ممكن تصير في الفترة الأخيرة بصمتها وهدوءها وتركيزها على المطلوب. يعني الجماهير تريد الفريق يفوز بالدوري ويفوز دوري أبطال آسيا، وهذا العمل اللي هو التركيز عليه. ما تشتتوا بكثير قضايا جانبية تم إثارتها بالفترة الأخيرة، وركزوا بعملهم هم نفسهم كنادي وكفريق، وهذا الشيء يحسب لهم. حتى بمسألة الصفقات، بمسألة تعديل بعض الأمور وجودة الفريق، بمسألة اللاعب المحلي بجانب اللاعب الأجنبي، حافظوا على هذا التوازن اللي موجود واللي بيخلي الهلال دائما قادر يلعب بأكثر من جبهة بدون ما يواجه مشاكل. يحسب لهذه الإدارة قدرتها على احتواء أي أزمة قبل ما تتحول لمشاكل وتتحول لجدل يومي في الإعلام.